رح نبلش بأول خبر ستيفلان اليوم، مع إنه الأجواء فرحة ومرحبا بس دائما بيضل في أشياء هيك ثقيلة شوي صح. وما بنحب نحكي عنها، وتحديدا يلي عم بيصير بعرسال حاليا نعم. مع قوات الجيش اللبناني اللي نحن بنوجه لهم دائما تحية من القلب وبنقول لهم دائما الله ينصركم ويكون معكم أكيد. رجعت عرسال بهاليومين للضوء ولكن بشكل بشع لأنه رجعت المناكفات من جديد، وكان في انفجار وقع أمس أول الأول وكان في عدد من القتلى. استهدف هالمسلسل هالمرة مؤسسة الجيش بعبوة ناس في منطقة راس السرج وأدى لجرح 5 عناصر. وبهالإطار صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي أنه بتاريخه حوالي الساعة 11:50 تعرضت دورية تابعة للجيش أثناء مواكبة دورية لقوى الأمن الداخلي بحي السبيل بعرسال لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة لجانب الطريق، مما أدى لتضرر ناقلة جند وإصابة 5 عسكريين كانوا بداخلها بجروح غير خطيرة الحمد لله. وعلى الأثر فرضت قوى الجيش طوء أمني حول المكان، وحضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الانفجار، بينما تولت الشرطة العسكرية التحقيق بالحادث. إن شاء الله ما يكون في بقى ملابسات تانية، إن شاء الله يكون هيدا يكون آخر حادث يعني إن شاء الله. عم بيصير بعرسال وين ما كان بلبنان، يعني الله يحمي كل الجيش اللبناني، تحية كتير كبيرة. وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعليق جميع الرحلات التجارية إلى مصر حتى الانتهاء من التحقيق بشأن تحطم الطيارة الروسية الأسبوع الماضي. وأعلن بوتين عن قراره بعد ما محققين بريطانيين اعتقدوا بأن الإنبلة وضعت على متن الطيارة قبل إقلاعها، الأمر يلي أدى إلى مقتل جميع ركابها. ومن جهتها أوقفت بريطانيا جميع رحلاتها إلى شرم الشيخ، وكمان أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن ألغت رحلاتها على شرم الشيخ ليلتي الجمعة والسبت بسبب مخاوف أمنية. ما بعرف شو عم بيصير يعني، وين ما كان في مشاكل مش بس عنا أكيد. ما بعرف شو بخوف يعني الإرهاب يلي صار وين ما كان ستيفاني، يعني إن شاء الله شوي شوي يزول ويخف ويختفي يعني صح. أكيد رح ننتقل لخبر عن مجلة فوربس يلي دايما بتصنف إن كان الأثرياء أو غيرهم. اليوم بالتصنيف الملك سلمان هو الأول عربيا والبابا الفاتيكان والرابع عالميا. رح بعطي بعض التفاصيل. اختارت هالمجلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ضمن أوائل الشخصيات الأكثر نفوذ وتأثير بالعالم، وتصدر قائمة أقوى الشخصيات بالعالم العربي والرابع عشر عالميا بهالقائمة يلي شملت رؤساء وملوك لعدد من دول العالم ورجال أعمال وشخصيات شهيرة. وأوضحت فوربس بأنه الملك سلمان بيقود بحكمة واقتدار دولة فيها أكبر احتياطي نفط بالعالم وبيشرف على أكثر الأماكن قداسة بالعالم الإسلامي، وشهدت مدن المملكة المختلفة بعهده طفرة واضحة بمجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتعليم، وعرف بدعمه المتواصل للأعمال الخيرية بشتى أنحاء العالم. أما المركز الرابع فشغله بابا الفاتيكان فرانسيس، واحتل المركز السادس الملياردير بيل غيتس يلي مش عم بيغيب أبداً عن هاللائحة ستيفاني مؤسس شركة مايكروسوفت، وحل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالمركز الثامن لهالسنة. خلص طيب يزيح شوي. إذا بقلك بينك بانتر بشو بتفكري؟ بالبينك بانتر بالروز وبالديامون وسرقة الجوهرات صح. خليني أخبرك هالقصة. أوقفت الشرطة الإسبانية شخصين يشتبه بانتمائهم إلى عصابة بينك بانتر، وهي شبكة للصوص الجوهرات اسمها بينك بانتر. كما ضبطت عناصر الشرطة مجوهرات قيمتها أكثر من 2 مليون يورو سرقت من متجر المجوهرات بأحدى جزر الكناري. ورفضت السلطات إعطاء أي معلومات إضافية قبل المؤتمر الصحفي المقرر عقده بلاس بالماس عاصمة جزر الكناري الإسبانية. بينك بانتر من منظمات شبه عسكرية عملت بيوغوسلافيا، وهي بتشن عمليات سطو منظمة وسريعة جداً. وبتتهم شرطة انتربول هالعصابة بالمسؤولية عن 380 عملية سطو على متاجر بأوروبا
أوروبا والشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة منذ عام 1999، وكانت حصيلتها 330 مليون يورو. واسمعوا هالخبرية. وبعام 2007 رانيا هالعصابة سرقت متجر مجوهرات بأحد المراكز التجارية بدبي، وبلغت قيمة المسروقات 11 مليون يورو بأقل من دقيقة واحدة. يعني بدقيقة كتير بيعملوا عملية السطو، بتصير كتير بسرعة. يعني الواحد أنجأتا يقدر يلاحظ بيكونوا هني هربوا. بدبي منعرف قديه في أمن. في أمن صح. غريب. يعني قديه هني دارسينا. بس حبيت اسم العصابة أنا. بينك بانتر. إذا حدا قال لكم يوم رايح في بانتر. كان لازم نسمع الميوزيك. ترام 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 ترام. راح ننتقل لخبر تاني عن طعم أو لقاح للسرطان أو ضد السرطان. إن شاء الله بيكون قريباً وبينجح وما بنعود نشوف حداً أبداً ساخن أبداً. أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأنه في علماء روس بمعهد البحوث الطبية ابتكروا لقاح بيطول عمر الأشخاص يلي مصابين بالسرطان على القليلة لضعفه، يعني بيصير دوبل عمرهم بالقليلة. وحالياً بالوقت الراهن بعد في اختبار على هالطعم بالمستشفيات، وعم بيأكد الباحثون بأنه اختراعهم عم بيسمح بمكافحة السرطان، سرطان تحديداً الثدي والرئة. وبتقدر بعض الأدوية كمان تزيد من بعد الطعم تزيد المفعول ودعمه أكثر وأكثر لحتى يقضي على الأورام. وقد اعتمد العلماء ببحثهم على كل الأدوية اللي كانت عم تمرق بالسنين المرأيت لحتى يشوفوا قدي الوراثة هون عم بتأثر وكيف عم يقدر يتطور المرض لحتى يقدروا يحدوه شوي شوي على أمل أنه يوقفوا كليا. إن شاء الله يا رب يستحق. ويعني دايما على الفيسبوك وعلى الإنترنت عم نشوف أرتيكلات رانيا عن هالموضوع، ودايما عم يحكوا عن السرطان وعن قصص جديدة عم يكتشفوها تيوقفوا هالمرض الخبيث. يعني يا رب ان شاء الله قريبا، يعني مثل الامراض غير امراض يصير شيء تافه. صح، يصير شيء كثير تافه وكل العالم يشفوا من هالمرض. وبيقولوا كمان انه هيدا المرض بالذات هو بيشتغل انه يزيد المناعه مش انه يخففها، وكمان ما عنده ولا اي عارض جانبي بيقدر يزعج المرضى. يعني يا رب اكيد سلامة يا رب. خلينا نشوف the pick of the day من ووتر فرونت سيتي. كثير حلو اسمه اوربن اليوم. ايه والغيوم مثل الطقس. خلينا نحكي عن الطقس. الطقس رح يكون غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل بدرجات الحراره، واحتمال بعض الامطار الخفيفه والمتفرقه اعتبارا من بعد الظهر. 26 درجه اليوم. وتنرجع نذكر المشاهدين اكيد بفقراتنا يلي بيشاركونا فيهم بكره كوكينج، التنين ريلوكينج. لكل الاشخاص اللي بحبوا يتواصلوا معنا الارقام موجوده، صفحتنا كمان صفحة ام تي في الايف لفيسبوك دايما نتواصل فيها نحن وياكم، وبتتسلوا كثير انا اكيد مثل كل نهار احد تحديدا بالكوكينج واللوكينج بتفيدكم جدا جدا. رح ناخذ سوا وقفه وبتكونوا مع اوتو فوكس.